يقول: ما حقيقة التوكل على الله؟ التوكل على الله تفويض الأمور إليه، تفويض أمورك إليه مع الأخذ بالأسباب. أنت تتوكل على الله وتترك الأسباب، اعمل الأسباب، اطلب الرزق، ادعو الله، اعمل الأسباب مع التوكل على الله. فلا تعتمد على الأسباب ولا تعتمد على التوكل وترك الأسباب، اجمع بينهن، لا بد من الجمع بينهن. نعم.